ربنا يخليك يا كابتن. ربنا يخليك. عندنا طبعا اكيد مباراه النادي الاهلي مع سيمبا التنزاني، اكيد كلنا مترقبين ان شاء الله المباراه بشكل كبير. قبل ما نخش في تفاصيلها ومشوار النادي الاهلي، ذكرياتك مع الكابتن محمود جوهر الله يرحمه، خاصه امبارح كان ذكرى ميلاده، وكلنا دايما بنقول للكابتن محمود الجوهري، بس مش على مستوى اللاعبين، كمان على مستوى الصحافه والتعامل مع الصحافه، ذكرياتك ايه مع استاذ محمود؟ رحمه الله عليه، ذكريات كبيره. يمكن سافرت معاه سفريه طويله، كانت في دوره في كوريا سنه 96، ورجعنا منها على المغرب، لعبنا ماتش العوده مع المغرب اللي خسرناه 1-0 بهدف بصير صلاح الدين. المباراه كانت مشحونه جدا على خلفيه كبيره جدا، احنا كنا لعبنا ماتش في القاهره هنا، واحد المعلقين تسبب عمل لنا برضو ازمه. هو نفس الشخص برضو كلمات كده طلعت كده، عملت ازمه كبيره جدا وقتها في بس. الكابتن جوهري تاخده على مستوى، يعني دي حاجه انا احتكت بيها، مدرب 96، لكن بدايه الصحفيه في 93 لما كان بيدرب نادي الزمالك، وكنت يعني ايه في البدايه اشتغلت بغطي نادي الزمالك فتره من الفترات، كنت بغطي الزمالك وبغطي النادي الاهلي واتحاد الكوره، يعني بقى مكان عدد يعني الصحف ثلاث اربع صحف ما فيش طبعا فلا على المستوى الانساني رحمه الله عليه كان انسان رائع جدا، يعني عنده ميزه احنا بنقول عليه ميزه ابن البلد، يعني ايه لو حد حتى قال لك كلمه وهو ما يسيبكش ما يترككش، لا ياخدك يصالحك يكلمك، كان يعني احنا كنا لسه صغيرين وبادئين، لا كان حاجه يعني يمكن عملت مشكله مع كابتن محمود سعد وقتها وتعامل معايا بطريقه شديده جدا وبتاع مش عارف ايه، ما تدخلش الملعب، كابتن جوهري فجاه اتدخل، لا ما بتكلمش كده وخدم، يعني ايه عايز اقول لك من الحاجات اللي ايه لما في حد يعمل معاك خطوه زي كده بتاثر فيك في الطريق، وتبدا ومن هنا بدات العلاقه، فاتطورت العلاقه حتى انا يعني ايه تدريجيا فروحت ناحيه النادي الاهلي خلاص. لما التقيت بيه كنت طبعا هو راجل شعبي، يعني حتى مع المنتخب فاتح بابه مش لاي يعني ايه للكل، مش لاي حد، يعني مش عامل دايره وقافل عليها نفسه، تقابله في اي مكان مقابله يعني حميميه. هذا الرجل قدم للكره المصريه، لو احنا قعدنا نعمل كتاب عنه هنقول ان هو حطنا على طريق العالميه، لانه دايما كان كلامه على حاجات الناس ما كانتش واخده بالها منها، هو كان يبص لقدام، يتكلم دايما صحيح. على الاحتراف، يتكلم ان احنا عاوزين ننقل نقله، تحمل، شوف بقى الفرق بقى، شوف حجم الضغوط اللي اتحملها من الجمهور في مباريات كتيره، من مباراه اليونان، مباراه رومانيا هنا في القاهره، الاحداث كبيره رايحين نلعب قبل بوركينا في غانا، لا خليك في غانا اللي راح لعبنا ماتشين وخسرنا، طلعنا من البطوله بعد مباراتين خسرناهم في ظروف صعبه، لما رايحين تلعب في بوركينا فاس بتقول هجيب المركز ال 13 وتحصل المفاجاه، لا مع المنتخب لما رحنا دوره كوريا وخسرنا برضو في النهائي، لما جينا برضو من ماتش المغرب ده وتعرضنا البعثه تعرضت هناك، خلي بالك الاتوبيس بتاع الفريق اتكسر وبعد المباراه، والتعامل كان قاسي جدا، ورغم ذلك ما صدرش تصريح ما نقلناش، يعني الناس اللي كانت موجوده طلبت عدم نقل حرصا على العلاقات وبتاع، وانه مش عاوز اقول زله اللسان اللي حصلت هنا في تعليق الماتش، لا ده مش زله لسان، ده يعني زلات من اللسان ادت لنا مشاكل. لكن الجوهري جملته في اختصار مدرب قوي الشخصيه بروح انسان، يعني ايه ما بتطلعهوش عن يعني ما بتصدرش منه، حتى لو حصل خلافات وكانت الصحافه بعض الاحيان قاسيه عليه وكان في اختلافات وجهه نظر حول طرق اللعب وبتاع، لكن برضه كان عنده روح من الود محافظ عليها برضه حتى يعني اللحظات الاخيره. شفنا نقلته من هنا عمل ايه في الاردن برضه عمل روح، يعني لا ما وضع الجوهري قدمه في مكان الا وصنع منه نجوما وابطالا، فرحمه الله عليه هو نموذج يحتذى به، هو يعني عاوز اقول هو اللي نور الطريق للاجيال اللي بعده، ادانا الفرصه نروح نحن نكسب بطوله افريقيا خارج ملعبنا في حدث كبير جدا، عمل حاجات كتير كابتن جوهري للكره المصريه فرحمه الله عليه، واتمنى ان شاء الله اللي يعني خلفائه والمستقبلين هم يصيروا على نفس النهج وعلى نفس الاسلوب، وانه يكون عندهم سعه صدر ويتحملوا طالما النقد يعني ما وصلش لمرحلة التجريح، طالما النقد فيه نوع نقد بناء فهو المقبول، وشو يعني وكابتن جوهري تحمل كثير من الكلام اللي هو يعني كان
في بعض الاحيان كانت الكلمه يعني ما حد حوارات مع اللي لما كان يذكر اسم لاعب في الجورنال كان ينام من الفرحه. دلوقتي بتعملوا صفحات على العيل الصغير هو بيقول بيقول لي كده بيقول لي عارف لما كان اسمنا يذكر كده اتكتب مثلا كان مثلا الاستاذ نجيب المسكاوي رحمه الله عليه لما كان يدي نمره مثلا 9/10 او 8/10 ولا اللعيب كانت الدنيا الناس يعني عاوز اقول لك دلوقتي تكتب صفحه في نجم لسه ما عشان جاب جول ولا اتنين لا يعني مساله طبعا هو كان مقتنع انه الدنيا اتغيرت.